السلام، مرحبا بكم عند مزبلة الصمام. الانتاج تاعنا دابور نو سوم لو برومي كوليكتور ناسيونال تاع لو ليكري الحليب الطازج بمعدل يومي بما يقرب 860 الف لتر يوميا تدخل المصنع باش نديروا بها لي برودوي تاع الصمام. عندنا ثاني 10 مزارع، شبتال يقدر ب 300 بقرة تحالو. عندنا اتفاقيات تعاقد مع 7000 مربي أبقار في الجزائر، عندهم هاد المربيين 7000 مربيين يمثلون 72500 بقرة. دونك لا كوليكت دو لي، نو سوم لو برومي كوليكتور دو لي، برومي برودكتور دو لي ناسيونال. عندنا اكبر مزرعه للبقر الحلوب في الجزائر.